السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أرحب بكل الناس اللي بتشوف الفيديو ده، وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية إن شاء الله. وقبل ما نخش في موضوع حلقتنا النهاردة، هاخدكم جولة سريعة زمان. محدش فينا يقدر ينكر جمال فنانات السبعينات والثمانينات. مقاييس الجمال كانت مختلفة، وكل فنانة فيهم كانت بتتصارع مع زميلتها عشان تظهر بأحسن صورة، بأحسن تسريحة لشعرها. بعد كده مقاييس الجمال اختلفت، وبقت البنت أم شعر طويل ناعم هي دي الجميلة، ودي لأهداف تجارية بحتة عشان يسحلوكي ويستنفذوا طاقتك وفلوسك في كريمات وزيوت وشامبوهات. ما بقتش القصة انك تدوري على تسريحة تلاقي على وشك وعلى لونك، لا، هو انا عايز ابقى زي مريم بنت خالي ماليش فيه. لحد ما البرازيل اكتشفت البروتين وصدرته لجميع انحاء العالم، وده كان الحل السحري الراضي لجميع البنات. البروتين في حد ذاته مكون اساسي من مكونات الشعر، لانه بيغلف الشعرايا وبيحميها من التقصف. لكن الكارثه الحقيقيه في المواد الحافظه المضافه ليه، وهي ماده الفورمالين، وهي ماده خطيره جدا ومسرطنه. مفيش حاجه اسمها زيرو فورمالين، مفيش حاجه موجوده اسمها كده، مهما قالت لك الكوافيره، مهما قال لك صاحب المحل، مفيش حاجه اسمها خالي من المواد الحافظه. البروتين الخالي من المواد الحافظه مش هيخلي شعرك ناعم لمده 6 شهور ولا شهرين ولا حتى شهر. لو رحت الكوافيره وقالت لك البروتين ده اصلي وهيفضل معاكي لمده 6 شهور او 3 شهور، اخلعي. نيجي للنقطه الثانيه، وهي عمليه كبس البروتين اللي بتعملها لك الكوافيره دي. بتفضل تعيد على شعرك مره واثنين وثلاثه وعشرة، يعني الشعرايه اصلا بتتحرق تماما عشان تتكبس. وفكره ان البروتين بيجيب سرطان، هو فعلا ماده مسرطنه، لكن الخطوره مش على اللي بتعمله اكتر من الكوافيره نفسها، لانها بتشم الغازات اللي طالعه من البروتين وهي بتعمل لك شعرك. ونصيحه للكوافيرات، لازم تجيبي ماسك طارد للغازات، ما ينفعش الكمامة. الكمامة دي بتطرد الأتربة مش بتطرد الغازات. لازم تجيبي ماسك زي اللي في الصورة ده. نتنقل بقى لتاني نقطة، وهي نقطة مهمة جدا. طيب، اللي عاملة البروتين بالعقل كده وبدون الدخول في تفاصيل معقدة، شعرك كل شهر بيطول 1 سنتي، بعد 6 شهور شعرك بيطول 6 سنتي، وال6 سنتي ده هما طبيعة شعرك، وانت مكملة بقيت شعرك بروتين. فالشعرية بطبيعتها بتبقى عايزة تضرد المادة الكيماوية المضافة ليها، فبيحصل ايه؟ الشعرية يا بتنفجر يا بتتقطم، وبتفضلي بقى تجري على الدكاترة وعلى مستحضرات التجميل. ده غير ان الاهتمام بشعرك بعد البروتين بيتطلب مواد غالية جدا، مش شامبوهات والسيرم، بتخشيلك كده في حركة 3-4000 جنيه علشان تدمري شعرك. الكارثة الحقيقية بقى ان بلاقي امهات بتطلب بروتين لأطفالها اللي هي 6 سنين و7 سنين عشان تروح المدرسة وشعرها ناعم، وده معناه تدمير شامل لبنتك. عايزين نقول كمان ان البروتين هو الكرياتين هو البوتوكس، كل ده نفس القصة. طب دلوقتي في بدائل طبيعية للبروتين؟ في بدائل للبروتين، وفي خلطات وفي ماسكات وفي كل حاجة. بس قبل ما تسألي السؤال او قبل ما تدوري على خلطة او تركيبة، لازم تعرفي طبيعة شعرك وإيه اللي محتاجاه بالظبط. وفيديوهاتنا الجاية هنعرف كل حاجة من الألف للياء، هتعرفي طبيعة شعرك وإيه مشاكلك من الألف للياء، علشان تعرفي إيه اللي ممكن تعالجيه وإيه مستحيل تعالجيه. زي مثلا مشكلة طول الشعر، مفيش منتج على وجه الأرض هيطول شعرك، مفيش حاجة اسمها منتج تحطيه على شعرك شعرك يطول، لأن شعرك بياخد فترة نمو، مرحلة نمو معينة بتدخل فيه الجينات وحاجات كتير هنعرفها قدام في الفيديوهات ان شاء الله. مش عايز بس اطول عليكم، ده يعتبر فيديو تعريفي لينا، وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنبدأ بتحديد نوع شعرك وازاي تحل مشاكلك بابسط الطرق ان شاء الله. طالب بس منكم تشاروا الفيديو وتعملوا اشتراك للقناة فتح مخك.